اول لقب اه بصح اول لقب صراحه الحمد لله تنظمت في المغرب وبقات في المغرب وحنا فرحانين بها بزاف. انت عارف اش كتكون اول لقب ليك راه شي حاجه كبيره كتشوف راسك ان كاع العذاب ديال من 2017 وحنا مقاتلين الحمد لله جات واحد النتيجه في 2023 نساتنا كاع داك الصعوبات اللي دوزنا كاع ديك المشاكل اللي كنا كنتقاتلوا عليها هادي المهم بزاف الصعوبات والحمد لله الحمد لله ملي جبنا الكاس وهو فخر لينا وفخر لينا كاملين مبروك علينا كاملين ماشي غير حنا بوحدنا الكاس هذه هي اللي شجعتنا الكاس باش ان شاء الله دابا نمشيو لكاس العالم اللي غيكون ان شاء الله في الارجنتين ونتمنوا ان شاء الله حتى هو علاش لا ما نديوش الكاس ولا نديروا شي مرتبه اللي زوينه بزاف اللي حتى هي نهزوا بها رايه البلاد ونفرحوا بها الشعب المغربي. رساله لاي قصير القامه بغينا نقول لك مرحبا بك في الجمعيه غيجي ان شاء الله غيشوف المدرب القدرات ديالو التدريبيه الا كان ما عندوش مع كره تقدر يكونوا تحلوا ليه بزاف المجالات كيف ما انا ما كنلعبش كره انا اعلامي كاين واحد الدري مختص غير في البي اس تي قاد لينا بزاف الحوايج كاين دراري ديال التنظيم يعني ماشي ضروري قصير القامه غتجي لك انت ما كتعرفش تلعب كره راه غنقصيوك لا مرحبا بك تقدر يكون عندك واحد الدور اللي غتعاوننا به حنا ما عارفينوش ويكفي غير الحضور ديالك راه هذاك راه بمثابته فرحه لينا وانجاز لينا غير تشوف مثلا غير واحد المدرج عمر كله قصه القامه وقصه القامه كيشجعوا قصه القامه راه غير هذه راه ربح ومرحبا باي قصه القامه الصفحه راه كاينه على الفيسبوك الجمعيه الوطنيه لقصه القامه مرحبا باي واحد يكونتاكتي لاباج. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.